السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. النهاردة بمشيئة الله انا راجع لكم بالفيديو ده، وبنعتذر لكم اعتذار كبير جدا عن تأخري في فيديوهات التصعيد. ولكن والله يا جماعة انا الموضوع ده غصب عني، لان انا حصل معايا حاجات زعلتني خالص في رحلات التصعيد، حاجات كرهتني في الصيد وكرهتني في المراكب وكرهتني في كل حاجة. يعني مثلا على سبيل المثال ان الدنيا عامة فيها ناس محترمة وفيها ناس قليلة الأدب، وفيها ناس بتبقى مضطرة لاتخاذ قرار معين في وقت غلط. فمن أصعب الأمور اللي أنا مريت بيها ان أنا كنت محضر رحلة، المفروض ان انا جايلي ناس من مصر، حاج محمد السيد، وكان معاه ناس ومتفقين مع المركب والدنيا مظبوطة، انا مش هنذكر اسامي طبعا. المهم متفقين وخلاص، المفروض ان احنا طالعين بكرة او تاني يوم يعني، واشترينا طعوم وكلام من ده، واشترينا صنانير والدنيا متزبطة، وانتوا فاهمين ان انا من دمنهور وحنطلعوا من اسكندرية. كنا هنطلع الرحلة دي من ابو قير، نفاجئ ولحد العصر مثلا مأكد على صاحب الراجل اللي انا هنطلع معاه ان انا خلاص متفقين على بكرة، ايوه ان شاء الله خلاص يلا بينا. نتفاجئ بيه ان هو بيتصل بيا المغرب بيقول لي الغي الرحلة. طب ازاي هنلغيها والناس اللي جايه من مصر دي والطعوم اللي اشتريناها وكذا وكذا وكذا؟ فقلت له انا ما عنديش مشاكل نلغي الرحلة، ولكن الطعوم هتبقى عليك. هم قال لي ازاي وما ازاي وكذا وكذا، ودخلنا في نقاش، وفي الاخر من السهل ان هو يقول لي تعالى ونيجي ونغرم مواصلات وما نلاقيهوش. اضطرنا طبعا ان احنا نلغي الرحلة، وطبعا انا مهما نحكي للناس عن اعتذارات مش هينفع. الموضوع كان سيء جدا والموضوع كان صعب جدا، واتكرر معايا برضو الموقف مرة تانية بس بطريقة مختلفة وكذا وكذا، فاعتبر تعقدت انا خالص من موضوع رحلات التصعيد. فلذلك انا انقطعت، من رغم ان انا الحمد لله رب العالمين يعني قناتي نجحت في رحلات التصعيد وكان ليها جمهور وكان ليها متابعين الحمد لله رب العالمين يعني، ولكن للاسف تعقدت من الموضوع ده. فبالصدفة ان الفيديو ده كان قديم طبعا عشان برضو بقى عندكم خلفية، ولكن جالي حقوق طبع نشر عليه في جزء معين كده كان داخل عليه موسيقى، فصاحب الموسيقى بيطلب حقوق طبع نشر، فمسحت الفيديو دوت وحبيت نقدم لكم اعتذار، وان شاء الله تستمتعوا معايا، وتحياتي لحضراتكم واسف على التأخير، وان شاء الله ربنا يقدرني ونقدر نقدم لكم فيديوهات كويسة بإذن الله. اما برضو بالنسبة للناس اللي متابعة القناة، الفيديوهات اللي فاتت دي يا جماعة دي حاجات انا منزلها للذكرى، فلازم ننزلها عشان اولادي وكده. تحياتي لحضراتكم، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. على سبيل المثال برضو يا جماعة موقف تاني، ان كنا متفقين برضو مع اخ لينا مراكبي، وبعد ما اتفقنا والمفروض ان احنا جايين له وجينا بالفعل، نتصلوا بالراجل مش عايز يرد علينا، وبعد كده قفل تليفونه بعد ما جينا الطريق ده كله ومجهزين حالتنا. فكتر الحاجات ديت ضغطت الواحد نفسيا وكرهتنا في المشوار. ياسين ابن اخويا عايز يسلم عليكم. ازيكم عاملين يا جماعه؟ بس هو اتصل لمصالح قال له بس خلي بالكم اللي حصل ده، اعملوا لايك واشتركوا في القناه، ما لو عملتوا لايك انا هزعل منكم. بص يا جماعه ان شاء الله هننزل كده نازله من اولها اهي، احنا نازلين النازله ديت ببرغوت، وطبعا الطعم المستخدم معانا النهارده برغوت وجمبري اللي هو العقد. في سمكه طالعه اهي صورتها، طبعا العده المستخدمه شغال ب 30 حريق وسنار 7 و8 كفته،
وانا بالنسبه لي انا شغال بتقال سته، انا توكل على الله. وكباب نازله من اولها اهي، واحده واحده. احنا النهارده ان شاء الله مع الاخ محمد المصري، نصور هنا مركب ياسين، معانا الرئيس الكبير نور حاج عبده. يلا بينا كده الناس يلا من اول الله. اول ما هتلمس الارض عايزك تركز لي هنا، ماشي؟ سبحان الله يا جماعة، كل حاجة في الدنيا رزق. الاكشن رزق، السمك رزق، الصيد رزق. السمكة دي كبيرة خالص يا جماعة، كنت عايز نوري لكم الضربة، وقدرا دخلت معها سمكة كبيرة ولكن مفيش منها نصيب. ايه رأيك يا سيء؟ حلو اصلا، بس بسم الله ما شاء الله حمرا اصلا، والسمك ده نوع حلو قوي، خلي بالكم. بس اوعى تنسوا تعملوا لايك واشتروا القناة لسه قايل. ماشي يا سيء. طبعا يا جماعه بعد اذن حضراتكم ما تنسوناش تعملوا لنا لايك وتشتركوا عندنا في القناه، ماشي؟ مش عاملين لايك، كان زعلت منه. اعملوا لايك وشغلوا واعملوا لايك ودوسوا تحت في الديسكريبشن. الرجاله بتعكسني وانا بنسجل يا جماعه. وشوفوا صفحتنا على الفيس. ماشي يا يحيى. هرب منك يا محمد. يلا خير يا محمد، هات اللي بعده. بس كده يا جماعه. اه والله ولا شيء. اهو اه والله كمان حته اهي كمان. زي الحال يا رب. دوحة الحته دي دوحة. احنا يا جماعه النهارده على اخر ياسين ان شاء الله. انت كده 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 انا كده في ده كده عم سامع الاستاذ محمد المصري اللي عايز يتواصل معاه يا جماعه. هو بيعمل اعلان تقريبا كل يوم على جروبات الصيد، منها مجانين صيد وايه تاني حماق. جروب يا اخت ياسين على الفيس. رقم تليفون يا مصري 012-700-303-18. كمان مره كده 012-700-303-18. الله ينور عليك. ايه يا باشا يلا بينا. اللهم صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. على بوش. اللهم صل على النبي. عايز كده. اللهم صل على النبي. على بوش. صغير الوقار. اللهم صل على النبي. اليوم صل على النبي. ما شاء الله. خد يا مصري دي معاك يا مصري، خد الفيديو معاك يا مصري. ما شاء الله استاذنا بص لنا هنا برضو. استاذنا معانا كده بالله. سلام. ماشي حد طالع يا جماعه. ابو خالد نتعرف بقى على الناس يا جماعه. الله يكرمكم كده. ابو خالد ابعد بعيد عني. الاسم يا باشا محمد حسن. محمد حسن. محمد نور. محمد نور. يا عم احمد. احمد بهاري. احمد بهاري. عمي عبد الحميد اسماعيل. عبد الحميد اسماعيل. توفيق زغلول المصري هو المنظم بتاع الرحله. خير مصطفى. اهلا وسهلا. عمنا اسمه سلامه. دول يا جماعه الناس الطيبه ديت اللي هي ايه حاضره معانا الرحله دي النهارده والله. والرحله ظريفه يعني وخفيفه يعني، بسم الله ما شاء الله. والبحر النهارده الحمد لله لحد ما يعني ايه الدنيا كويسه خالص يعني.
اللي جاي احلى ان شاء الله. حجي احمد اهو المربيه اللي منورنا طلع جنن. الحمد لله شباب النهارده كده ايه خلصت يومنا. في ناس انبسطت وناس يعني برضو ما خدتش سمك، بس الى حد ما يعني ربنا الحمد لله رب العالمين يوم ايه يوم كويس يعني باذن الله وماشي الله المستعان. شكرا لكم تاني باذن الله. كان معانا النهارده الاخ محمد المصري وعنده مشكله في المكنه فربنا يعينه عليها يعني، والبشرايس عبده وعمنا اللي كان مولعها بقى معلش اسم الكريم ايه محمد عبد المنعم كان مولعها يا جماعه، اكتر واحد خد سمك على البركه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا بقى الله يبارك له يا رب الله يزيده البركه. الشباب الطيبين دول ابو خالد.